أن الجلسة بدأت، سأتركك للمتابعة. شكرا جزيلا حسام مسعد من بورسعيد، بالتأكيد سنتواصل معك فيما بعد. قالت هيئة الأرصاد الجوية إن موجة البرد التي تمر بها الجمهورية ستنتهي غدا الاثنين، وحذر المتحدث باسم الهيئة قائد السيارات من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الصحراوية وكذلك الساحلية، مناشدا الجميع بتوخي الحذر ومشيرا أيضا إلى استمرار سقوط الأمطار على باقي المحافظات الساحلية. هذا وتتعرض أغلب محافظات الجمهورية إلى موجة من الطقس السيء منذ الجمعة الماضي، حيث انخفضت درجات الحرارة وتساقطت الأمطار وسط نشاط كثيف للرياح، الأمر الذي أدى إلى اضطراب الملاحة في البحر المتوسط والأحمر. وإلى تطورات الملف السوري، حيث حملت بريطانيا وفرنسا النظام السوري المسؤولية عن فشل مفاوضات جنيف 2، ووصف وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الفشل في الاتفاق على جولة جديدة من المحادثات بالإخفاق الخطير. كما أدان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس موقف النظام السوري الذي قال إنه السبب وراء عرقلة حدوث أي تقدم في المفاوضات. كان الوسيط الدولي الخاص بسوريا الأخضر الإبراهيمي قد اعتذر للشعب السوري لعدم إحراز تقدم في محادثات السلام في جنيف. في غضون ذلك تواصلت أعمال العنف في البلاد، حيث أعلن مقاتلو المعارضة سيطرتهم على قرية بريف حماة وسط سوريا وكذلك تدمير عدد من الدبابات، كما قصفوا مطارا عسكريا بالمدينة ما أدى لانفجار الذخيرة بداخله. يأتي هذا فيما تعرضت مدينة اللطالنة إلى قصف بالبراميل المتفجرة ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، ودرت في حلب اشتباكات في محيط فندق الكارلتون بعد تمكن المعارضة المسلحة من تفجيره بالكامل. وعلى الصعيد الإنساني، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى احترام القانون الإنساني الدولي بعد عمليات الإجلاء للسكان في مدينة حمص السورية، وذكرت بأنها لن تشارك في عمليات إجلاء غير طوعية. كما أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط أنروا عدم تمكن المنظمة من توزيع المواد الغذائية والمستلزمات الإنسانية الأخرى في مخيم اليرموك منذ أكثر من أسبوع، وحضر المسؤول الأممي من سوء التغذية الذي يقال إنه ينتشر على نطاق واسع بين المحاصرين في المخيم، معربا عن القلق إزاء مصير النساء والأطفال. وإلى لبنان، حيث رحب جون كيري وزير الخارجية الأمريكي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وطالبها حال حصوله على ثقة البرلمان بمواجهة الاحتياجات الأمنية والسياسية والاقتصادية وسط تزايد للإرهاب والعنف الطائفي التي تشهده البلاد حاليا. كان رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام قد أعلن تشكيل حكومته الجديدة بعد أكثر من 10 أشهر من الجمود السياسي، وأكد أن الحكومة الجديدة ستعمل على تأمين الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في مايو المقبل، كما ستجري الانتخابات البرلمانية التي تأجلت العام الماضي بسبب المأزق السياسي. في أشهر من الجمود السياسي وفي محاولة لتعزيز الأمن والاستقرار، الحكومة اللبنانية الجديدة تخرج إلى النور. الإعلان عن إتمام التشكيلة الحكومية التي تضم 24 وزيرا جاء عقب اجتماع عقده الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان مع رئيس الوزراء المكلف تمام سلام، ثم انضم إليهما رئيس مجلس النواب نبيه بري. أمين عام مجلس الوزراء اللبناني أعلن أن الرئيس اللبناني قرر تسمية تمام سلام رئيسا لمجلس الوزراء اللبناني وقبول استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. المادة الأولى يسمى السيد تمام سلام رئيسا لمجلس الوزراء. رئيس الوزراء اللبناني الجديد تمام سلام أكد أن الحكومة الجامعة التي شكلها هي الصيغة الأمثل للبنان بما يحقق التوازن والشراكة. ولدت حكومة المصلحة الوطنية التي هي حكومة جامعة تمثل في المرحلة الراهنة الصيغة الأنسب للبنان بما يواجهه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية. تمام أكد أيضا أن الحكومة الجديدة ستعمل على تأمين الانتخابات الرئاسية في موعدها،
حيث من المقرر أن تنتهي صلاحيات الرئيس ميشيل سليمان في مايو المقبل، وينص الدستور على ضرورة انتخاب الرئيس قبل هذه الفترة، وإلا تصبح الرئاسة شاغرة كما حدث في عام 2008. إن هذه الخطوات تهدف إلى تشكيل شبكة أمان سياسي وتسعى إلى إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها. ويشهد لبنان منذ العام الماضي سلسلة من الاشتباكات الطائفية والمذهبية في طرابلس، إضافة إلى التفجيرات الانتحارية في الضاحية الجنوبية لبيروت والهرمل شمال شرق البلاد معقل حزب الله. كما يعاني لبنان عبء الأزمة الناجمة عن حركة النزوح الكثيفة للسوريين الذين باتوا يشكلون أكثر من ربع سكان البلاد. عماد العزالي، النيل. حمل نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي رئيس الوزراء نور المالكي مسؤولية اندلاع عمل العنف بين المسلحين والقوات الحكومية وذلك في محافظة الأنبار، وذكر أن السبب الرئيسي هو الظلم الذي تعاملت به الحكومة الشيعية مع السنة في العراق. كان المالكي قد أعلن خلال زيارة مفاجئة إلى مدينة الرمادي التي يسيطر مسلحون على أجزاء منها عن إعمار المحافظة السنية وتدريب مسلحي عشائرها، وذلك في محاولة لاستمالة سكان الأنبار نحو دعم حكومته. لا تزال محافظة الأنبار تمثل محور اهتمام رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بدعوى تطهيرها من عناصر تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. قيادة عمليات الأنبار أعلنت مقتل عدد كبير من عناصر التنظيم وتطهير مناطق في جزيرة الخالدية شرقي الفلوجة. وفي بيان لها قالت قيادة العمليات إن الفرقة الأولى من قوات التدخل السريع والقطاعات الملحقة نفذت عملية خاطفة وسريعة في مناطق الملحمة والبوسودة والبوشهاب في جزيرة الخالدية. وأضاف البيان أيضا أن تلك القوة طهرت المناطق المذكورة من العناصر المسلحة داعية أهالي هذه المناطق إلى العودة إليها بعد أن تم تطهيرها بالكامل. مصدر أمني أفاد بأن عددا من قذائف الهون سقطت على حي الأندلس وسط الفلوجة ما أسفر عن مقتل وإصابة بعض الأشخاص، وبحسب المصدر فإن القصف طال أيضا أحياء نزال والشهداء والنعيمية وناحية الصقلاوية ما تسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة. من جانبه قام رئيس الوزراء نور المالكي بزيارة إلى قيادة عمليات الأنبار في الرمادي ليطلع على سير العمليات العسكرية وكذلك للقاء شيوخ العشائر. وفي وقت سابق أعلن المالكي عن خطة تهدف إلى دمج مقاتلي العشائر بالأنبار الذين يقاتلون إلى جانب القوات الحكومية بشرطة المحافظة. وفي بيان لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أعلن أنه على مدار الأسابيع الستة الماضية نزح نحو 300 ألف عراقي من الأنبار بسبب أحداث الفلوجة والرمادي، مضيفا أن النازحين يقيمون في المدارس والمساجد وأبنية عامة أخرى ويحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية. وتشهد الأنبار منذ أسابيع عملية عسكرية واسعة النطاق تشارك فيها آلات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر لملاحقة من تصفهم بعناصر التنظيم الإرهابي والمعروف باسم داعش. وفي غضون ذلك أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله لجميع الأمور السياسية، مؤكدا أن لا كتلة برلمانية تمثله بعد الآن أو أي منصب داخل الحكومة أو خارجه. وقال الصدر في بيان صدر الليلة الماضية أن هذا القرار يأتي في منطق إنهاء كل المفاسد التي وقعت أو التي من المحتمل أن تقع. وأكد الصدر أنه الوريث الوحيد للشهيد ثاني ولا يحق لأحد تمثيلهم والتكلم باسمهم والدخول تحت عنوانهم مهما كان، وأنه سيبقي على عدد من المؤسسات على حالها وتحت إدارته المباشرة أو من خلال لجنة يعينها شخصياً. طلبت منظمة هيومان رايتس ووتش جنوب السودان وأوغندا بالتحقيق في استخدام قنابل عنقودية في المعارك التي شاركت فيها قوات من البلدين للسيطرة على مدينة بور في جنوب السودان. ولم تحدد المنظمة الجهة التي قد تكون استخدمت القنابل العنقودية في بور، فيما نفى وزير الدفاع السوداني الجنوبي ومسؤولون عسكريون أوغنديون استخدام هذا النوع من الأسلحة، وينبع خطر هذه القنابل من احتمال انفجارها بعد أشهر أو أعوام من إطلاقها.
أطلقت شرطة الفنزويلية الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لمنع المحتجين من قطع الطريق الرئيسي في العاصمة كاراكاس في رابع يوم من الاضطرابات المتفرقة ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وقد وقعت المواجهات عندما نزل أنصار السلطة الفنزويلية وسط العاصمة بناء على دعوة من الرئيس مادورو إلى تظاهرات لمناهضة الفاشية الحكومية. كان 3 أشخاص قد قتلوا بالرصاص يوم الأربعاء الماضي في أسوأ أعمال عنف منذ انتخاب مادورو في العام الماضي. غادر المعارضون الأوكرانيون اليوم بلدية كييف التي تشكل أحد معاقل حركتهم الاحتجاجية ويحتلونها منذ ديسمبر الماضي، وذلك بعد الإفراج عن متظاهرين معتقلين. ويعد إخلاء مبنى البلدية شرطا رئيسيا لتطبيق قانون العفو على المتظاهرين 234 الذين تم الإفراج عنهم، لكنهم ما زالوا متهمين بجرائم تعرضهم للسجن حتى 15 عاما. كان يانكوفيتش قد دعا المعارضة إلى إيجاد حلول لتسوية الأزمة، مشيرا إلى أنه يريد حماية الدولة والعودة إلى تنمية مستقرة لإعلان الحرب. افتتح وزير الثقافة دكتور محمد صابر عرب فعاليات الملتقى العربي للرسوم المتحركة في دورته 7 بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية. تستمر فعاليات الملتقى حتى 19 من الشهر الجاري، ويتم عرض الأعمال المشاركة بالملتقى بمركز طلعت حرب الثقافي وقاعة السينما بمركز الهناجر. 64 عملا فنيا تشارك في الملتقى العربي للرسوم المتحركة في دورته 7، وتحل السعودية ضيف شرف للملتقى هذا العام، إضافة إلى مشاركة الكويت بعدد من الأعمال المتخصصة في فن التحريك. الملتقى العربي يهدف إلى تشجيع التعاون العربي في إنتاج أعمال فنية مشتركة. كلنا أمل في أن يتحول إلى ملتقى دولي العام القادم، ويحدث تآخي بينه وبين مهرجان إنسي الفرنسي، وهو أقدم مهرجانات العالم للرسوم المتحركة. هذا الملتقى ده يكبر أكتر، وإن يبقى فيه دول عربية مشاركة، وبعدين بعد كده تبقى فيه دول أوروبية، يبقى حاجة دولية، يتحول من مجرد إنه مصري إلى عربي، وده اللي بدأنا نشوفه في الدورة دي. وبعدين بعد كده ممكن بعد سنوات أخرى يتحول إلى منتدى دولي. خلال الملتقى تم تكريم عدد من الفنانين الذين ساهموا في صناعة فن الرسوم المتحركة في الوطن العربي على مدى سنوات، والذين أكدوا على وجود صعوبات تواجه صناعة الرسوم المتحركة. طالب مظلوم بيخش الكلية عن طريق المجموع بتاع الثانوية العامة، لكن أساساً الحاجات دي المفروض يكون موهبة، بيعرف يرسم، يعرف يلون، ينفذ الفيلم صح، يدي الفكرة ازاي، يحول الفكرة لحاجة متحركة على الشاشة. من التحديات طبعا اللي بتواجهنا ان اول حاجة طبعا الانتاج، لان طبعا الانتاج دايما بيتوجه للمواسم، للمسلسلات الكبيرة، للشركات المعروفة، لكن الانتاج الخاص طبعا بيواجه صعوبات لانه دايما بنشتغل لوحدنا. فن الرسوم المتحركة يعود إلى بدايات القرن الماضي، وتعتبر البداية الأشهر على مستوى العالم هي سلسلة أفلام والت ديزني التي بدأت عام 1923. تلعب الرسوم المتحركة دورا مهما في تكوين شخصية الشعوب، وتحتل مكانة خاصة في أعماق أطفالنا. ويأتي هذا الملتقى العربي كمحاولة لدفع هذا الفن إلى الأمام حتى يستطيع المنافسة على المستوى الدولي. من مركز الهناجر بدار الأوبرا، ألاء حامد، النيل. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما كان معنا من أنباء. وسط إجراءات أمنية مشددة، جنايات القاهرة تبدأ أولى جلسات محاكمة مرسي و35 من قيادات الإخوان في قضية التخابر. جناح الجمالية تصدر اليوم حكم على 12 طالبا من المتورطين في أحداث العنف الأخيرة بجامعة الأزهر. لندن وباريس تحملان دمشق مسؤولية فشل مفاوضات جنيف، والإبراهيمي يعتذر للشعب السوري. نشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.